شريك اجينا ايميل ضروري نشوفه انا وياك. ايه ايه اكيد. عميها كيفك؟ اذا ما عندك شيء بالليل بتروح نتعشى؟ كثير مضغوطة بالشغل وهالفترة عم تأخر كثير على البيت، فينا نأجلها لغير نهار؟ رح ترجعي تعطينا نفس الأسباب، مش مشكلة. إيه بس يمكن بوقتها الظروف تكون أحسن. It's okay. وفاء؟ ليه ريك عندك؟ طلعي قومي قومي. جربت مش عم بقدر وقف. عم ببكيكي الكتاب؟ مش عم بقدر اوقف قراية، نزلت اقرا تحت لأن إذا شفتني مدام لميس كل الشغل بتكبه على راسي. إيه خلص اللي بالصفحة يمكن هون بتضحكي. لازم تقري لازم تقري. يا ريت معي وقت. هن اثنين بحبوا زيت الوحدة وهي محتارة ما عم تعرف من بدها تنقي، وفي فامبايرز وفي ساسبنس كثير 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 حلو. ميا انا عيدي بعد شهر، هلا كم كتاب هاري بوتر يعني تجيبي لي اياهم كادو ما بيشكوا من شيء كثير حلوين. كتاب؟ ايه كتاب؟ لا بس خلص بعدني عم بقرا فيه، ما خلص بعد. كيف ما خطرت على بالي هالفكرة؟ ميا أنا ضاهر. بتحب روح معك؟ نو نو ما في داعي، روح وحدي. أنا ضاهر كمان، حدا بده يجيب له شيء معي؟ كلكم ضاهرين، في ضاهر أنا كمان؟ إذا بدك. عندي شيء خاص، بروح بعمله وبرجع على الشركة ما بطول. أنا بوصلك. إذا سمح لي. إنه إذا عندك شيء خاص ورايحة وراجعة بسرعة ما في مشكلة أبدا. ميرسي. وفاء شو عم تقري؟ تويلايت أستاذ. إيه قومي بلا بكي قومي. عاد في صفحة. قومي. وحدة بس. قومي. يلا يلا خلصت خلصت. بس بدي أبكي شوي وخلص. يعني بيسكلي هلا انا بعدني عم فتش على طريقه اني انتقم منها. تسمعي مني نورما، تسمعي من هالدقن. اتركيها لسعدي. كارما بتنتقم منها. كارما قال. كارما الطاقه التي بداخلك اللي بتخلي كل شيء يصير معك ينقلب عليك، كل شيء بتقولي بيرجع عليك. لك عين تضحك؟ عماد. الو ايه استاذ عماد. عندي ميتينج. فينا نظهر شوي؟ حس حالي مخنوق وعبالي احكي. ما قلت لك ماما انا كان لازم اعمل بسيكولوج. ليش عم تصرخ ايزك؟ سوري استاذ بعتذر. شو قلت؟ طب ليه ما بتعزمني على الغداء؟ نص انت عماد متري والله واسم الله وما بعرف شو، ليه ما بتاخذني على هدول المطاعم الكثير مهمين يلي انت دائما بتروح عليهم؟ عبالي تفشخ على اصحابي، نزل صور على انستغرام فرجيهم انا مع مين كنت كل وقت شغل 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 عم بتعب كثير ولو. نايس شيرت. اوه ثانك يو. بس شو عرفك؟ أنا شفت سيارتك برا وجربت حلل ليش أنت هون وما لقيت جواب. صراحة أنا بعت وراه لأنه بدي أعمل فوتو سيشن عنوانها ماري أنتوانيت ملكة العرب. صحيح. ماري أنتوانيت فرنسوية. معقول كون قطشتكم عن اجتماعكم مثلا؟ نو 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 شو هالمفاجأة بيلو. طالما أنت هون أستاذ عماد خليني أروح على السيارة أجيب لك الكتالوج وأجي. أوكي. بالإذن. كيفك منى؟ غريبة شوي زيارتك بيلو، في شيء؟
لا ابدا، كان بدي احكيكي بخصوص عيدي وبخصوص لميس. خير بكي شيء؟ ابدا. بما انه رح تشوفوا بعض اليومين وتحكوا عن هيدا النهار، فبترجيكي بعمل يلي بدك اياه الا اني اتجوز. بليز، ما بدي لا صحافه ولا اعلام، ما بدي مشاكل. ليش انا امتين بعمل مشاكل شيخي بعدين؟ انه ما الي جلاده المشاكل معك هيك وحده. تمام، لكن اتفقنا سوا على هيدا النقطه. ايه شادي، صرت بارمه كل السوق وكل المكتبات مش عم لاقي الكتاب. Pride and Prejudice اونلاين؟ لا ما في يجيبه اونلاين، بده 100 سنه لحتى يوصل، يعني بعيد وبعيده الثاني. شو بدي اعمل هلا؟ باي. فقدت الامل. ما شفتهم كلهم على فكره. شوف حياتي، على كل حال انت صاير كثير نيقه، ما بيعجبك العجب، يعني فرجتك كل البنات. طب مش معقول هيك، شو بدي اعمل انا؟ شو بدنا نعمل هلا لك يا نايزك؟ ما بعرف. بتعرفي لك شي وحده؟ انا؟ عايزك 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 يا محتيل يا حرموق، منك هين. سوري؟ نو 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 استاذ عماد، مش انت. نو 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 سوري. المهم هلا رح تلاقي لي بنت ولا لا؟ رح اعمل المستحيل. بيكون احسن. دونت وري. شو هالشغل اللي عم تشتغلي انت؟ شو عم اشتغل؟ الليست كلها غلط. ايه بعرف كلها غلط، مشان هيك بعت الليست الصح. منيح، بس رح ضل راقبك، ما بقى تغلطي ولا غلطه. اساسا انت بلا ما يكون عندك مسؤوليات بتغلطي. شو قصدك؟ بتعرفي كثير منيح شو قصدي. ولو بتكون شخص لايق بهالشركه بدل ما تخططي لقصص تانية ما بيكون أحسن؟ ما عم بفهم عليكي، وللصراحة ما عبالي اسمع. هاي صبايا. استاذ عماد؟ هلو، بالإذن كنت فالة. معك. اجا الملك. سمعتك. خلصتي من موضوعك الخاص؟ ايه، ثانك يو. وينه جاد؟ ما عندي فكرة. بطلب لك اياه اذا عبالك. لا ما عليه، ما رجع من الغداء يعني. ما بعرف. بدك اتذكر؟ نو نو خلص يلا بحكي انا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to حبيبي. Happy birthday to you. رهيب. أنا حبيت عيدك قبل الكل، قبل ما تصير الساعة 12 كمان. فجأة حلوة كثير. ثانك يو خليل. شو وين نسوان؟ ما في نسوان؟ شو نسوان؟ طلعي طلعي طلعي، ما تستحي طلعي. لك ما في شيء، عم بقرا كتاب هي وكاس مبيد. أنا قلت إنه هيك في نسوان هيك بيطلع لنا وحدة كمان. عبي لك كاس؟ لك شو هذا؟ عم تقرا شكسبير؟ بتعرف شو بقولوا؟ بقولوا الولد لو بار بيطلع خي مرته للقال، يعني لخليل يعني. عبي عبي، وانا جايب لك وحده كمان. عبي يلا رح اجيب لك كاس. عبي. مفاجأة غير شكل صراحة حبيبي، نورتنا. هذا كاسك، هذا كاسك، اعطينا. وين لك؟ بعده مثل ما هو.
شو الأخبار؟ عبي فيا ريت أنت بس تجي بتحكي معه لأنه أنا هلكت. مسيو سامي هلكني هلكني. قلت له I want roses from all colors, you know, un petit sol pleureur des peupliers. بس لا بدو يحط لي غازون وبلح وبلح وغازون وأنا كيف بستقبل ابتسام؟ طب وينو داد؟ خليني أحكي معه مام. لولو بالنسبة لبيك سوري مدام ما تقبريني بس أحسن ما تعرفي وهنيك كرمل هيك شلت الراوتر. والله والله مني كاين يا سوسو. بتعرفي شو؟ أنا قررت رأيكي من اليوم وبالرايح صرت أنت رئيسة الخدم. خدم؟ ليش في غيري هون؟ شو قصدي؟ شيرز. شو وين نورما؟ ليه شكلك مزعلة؟ مزعلة؟ لشي بتتزعلي بعدين بتضل مشغولة أنا أنجأ أشوفها. في شي مشكلة صايرة مش معقول ما تقلي. هي مش مشكلة يا عماد، هي قصة حقوق. يعني أنت سامع بحقوق المرأة، في كمان حقوق الرجل. بس في شي صاير يعني، شو في خبرني؟ هيدا زواج يا عماد، وبكل زواج بصير فيه مشاكل. أنت بتغلط وهي بتعصب بس ما فيها تفل، وهي بتغلط وأنا بعصب بس كمان ما فيه فل. بفهم منك إنك بتبقى مع إنك بتعرف هالشي غلط. بتبقى لأنه الشخص اللي رايح لعنده ما رح يريحك، بتضلك قاعد وحاس حالك شريك بالذنب. مشان هيك بتبقى وما فيك تفترق. ما فيك تفترق صح. ألف مرة بقول إنه لشو هالزواج كله تزوجته. بقول خلص التوبة ويا ريتني ما تزوجت. بس عمتك مرة كتير صعبة يا عماد ومسيطرة علي كمان، بس أنا ما في عيش من دونا وبضيع من دونا. يلا يلا عابل مية كيسك. ما في نسوان يعني؟ خلصنا خليل. طيب خلص ماشي. هاي سعيد. هاي بونجور. كيفك؟ منيحة وأنت؟ تمام الحمد لله. شو قررتي شو هديتي؟ بعرف شو هديتي بس مش عم لاقيها بولا مطرح. طيب ما تزعلي، شوفي شي تاني. لا مصرة، بدي هيدا الكتاب وبدي النسخة الأولى منه. بعرف إنه أستاذ عماد بحبه كثير. طيب شوفي أنا بعرف محل بدلك عليه قريب للشركة. أوكي هلا بركي بوقت الفراغ بروح. أوكي هيدا ببيع أشياء قديمة، جربي حظك يمكن تلاقي شي عنده. إن شاء الله يا سعيد إن شاء الله. أوكي طيب. رح أطلع حضرة ربيع. شو صاير عم تخففي عني كثير؟ ساسي في خليل ساسي في، رح تعمل لي انهيار عصبي. يا عمي انا بعتك مع الشوفير. ليه رحت عند مسيو سامي؟ بلح؟ وين بدي احط له بلح لعماد هون؟ لا 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 ما بدي. زمامير؟ يا عمي نحن ما عم نحضر ماتش فوتبول خليل، ما عم نحضر ماتش فوتبول. لا ما بدي كوتيون. لا ما بدي كوتيون. الكوتيون لراس السنة حبيبي، ما بدي كوتيون. بحكيك بعدين يلا عجل. مدام نورما لميس. مدام نورما لميس على الباب. مع المدقة؟ المدقة وجيش. جيش؟ نورما وين صفيت المكنسة؟ مهضومة حضرت لك إياها.
أهم شيء كله يكون عزويك اليوم. ما رح يكون إلا عزوي. حيالا غلط بيطلع بوجهك خصو فيها. سفي محي من الوجود. اتفقنا؟ سهى؟ أنا ما بدي أقول لك شيء يعني، بس حسيت إنه الوضع مثل ما هن عم يعملوا لازم بين نحن كمان عم ننسنس، عرفتي كيف؟ مدام نورما يا رب تنجينا، لك كم وحدة معها؟ ما شو خايفة؟ ما كلهم حسكات ما بيطلعوا قد نصي. مدام نورما أنا عندي شيء أخبرك إياه. شو؟ أنا كثير محمسة. عن جد؟ ليه شو في؟ لأنه يا مدام نورما اليوم بعيد عماد جاي ضيف، أنا ناطرته محمسة شوفه رح موت. مين قولي؟ عمين طار بعيني. قولي مش طار بعيني، ليش أنا بالأساس بعرف قديش عمره؟ عمره؟ إيه مش أنت قلت لي جاي مدام ابتسام؟ شو بكي؟ صح معك ربع دقيقة تختفي من وجهي قبل ما أدبرك على العتبة. فقت على شي تاني. ميا شو بعيد الهبل هلا؟ هي مش جاية على عيد العماد؟ شو بدها تنقبر تلبس؟ ماي جاد يا هيك ما فكرت فيها. برافو صح عن جد انت انسانة كثير ذكية. بعرف بعرف. مدام نورما ليه بعدنا عم نوشوش؟ يا ما يسمعوا منها اما اختفوا. هيدي شعوذة. طيب يلا يلا مشي خلصيني. سو 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 سؤال صعب. أنا قدها مدام. بتعرفي بتعرفي تتلأمني؟ سوري ما فهمت. إنه بتعرفي تتلأمني إنه كل هالسنين ما تعلمتي شي مني هيك هيك. قصدك حبيبتي انت اللي بدك تعلمي مني انا اللي امني. شو قلتي ولي؟ باردون ولي؟ anyway مش رح رد عليكي وانزل لمستواكي نورميتا. والله تلميذه مجتهده. مين بيقول انك انسانه هالقد ذكيه؟ مين بيقول انك انسانه؟ ايه خلص بقى مشي قدامي، خلينا نروح نشوف شو ما نعمل بالهبلة. خلصيني مشي. يا الله يا سعيد شو بدي اعمل هلا؟ صاحب المكتبة معذب حاله حتى يفتش لي على الكتاب، قال مقطوع مش ممكن لاقيه. شو؟ معلم نمر انت اكيد؟ طيب يلا ابعث لي رقم واتساب. نور مدام نور شو بدي اعمل فيها هلا؟ يلا يلا ما عندي وقت، يلا يلا ناطر الواتساب تبعك. شو حلوين. الو معلم نمر، انا ميا. معلم نمر قصتك بخدمه صغيره. صراحه عندي بيرث داي شخص كثير بيعنيني وعم فتش على كتاب قديم بالانجلش اسمه برايد اند بريجيديس، قلت بركي بلاقيه عندك. طيب يلا من سيفت الطريق. مرسي. مدام نورما مدام نورما يلا فوت تعمل يلا وزع الغراض. اوكي
أهم شيء بليز 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 الجاتو ما يتأخر. ثانك يو. باي. وفاء يلا يلا مأخرين بقى بدنا نروح نظبط الحالة. عم يشتغلوا عم يحطوا الغراض. لو هالطاولة لفت. يلا هلا حتجيبهم من جوا. رح تفوت. اوكي. بس هلا عم نعمل كل هالشيء أستاذ عماد رح يعجبه اللي عم نعمله. وفاء حبيبتي مش حلو الواحد يحكي عن مديره بهالطريقة. هيدا أهم قعدة بالحياة احفظيها. أحسن ما قتلك بعد شي يوم. طيب قبل ما تقتليني شو جبتي له كادو؟ جبت له شي كثير رح يحبه، وأنا بعرف شو بحب عماد. شو؟ أنت بالذات مستحيل يخطر ببالك هذا الموضوع. عنجد؟ غالي؟ طبعاً. لك مع مين عم تحكي؟ يلا روحي كفي شغلك. على فكرة عماد رح يركض ويبوس قدام كل العالم، رح يموت بالكادو تبعي، ولا بتشوفي؟ عزيز عماد وفاء روحي العبي مع سهى. هيدا شو حطيتيها هون؟ شيليها حطيتيها هونيك. تفضلي. أكيد عم تمزح معي. صحيح مش أول نسخة بس نسخة كتير قديمة. لك وراه شو قليه؟ ريحة الورق بتسطل. هيدا أول مرة بحس حالي بالغرم بكتاب. إيه والله إذا عماد ما عجبه رح قصته إياه. عماد؟ قلتي لي انه شخص قريب. ايه عماد شخص قريب، مش هو المسؤول عني بالشركه؟ بس ولا مره قال لي انه هالقد بحب الكتب القديمه. ايه انه هي فكره. ما راح اقول له، ما تخافي. بليز بترجيك. اوعى. اللي بحبه عماد بصير عزيز علي. قايل لك هالشيء من قبل. يلا روحي خليه يشوفك. معلم نمر قد ايه بدك حقه؟ روحي، ما بدي شيء منك غير تكوني مبسوطة وتخلي عماد يضل مبسوط. ايه بس هيك انا ما بكون دفعت حق الهدية. الهدية مش بحقها، المهم انت دفعتي وقت حتى لقيتي الكتاب. طيب في اجي ساعدك من وقت للتاني حتى رد جميل وانا دايما موجودة. ماشي يلا روحي ما تتأخري، خلي عماد يشوفك أول وحدة ويشوف هالضحكة الحلوة. ميرسي معلم نمر. أوه ماي جاد ماي جاد، عم بتشوف اللي أنا عم شوفه؟ لا اطلع اطلع منيح. إيه اضرب على راسك ليك ليك مثل العودة. ما بتاكلي أنت حبيبتي ما بتاكلي؟ مبلا. إيه أمي أمون بتطبخ كتير طيب. باردون؟ آه لا مش هيك قصدي، بس انه نحن ما بدنا اياك تكوني كثير ناصحه، بس انه شيء ومنه يعني منك مثل كتله العظام. ايه بس خلصوني بسرعه. اوه اغت 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 بدق فيها. عم تحكي معي كانك منك مهتمه. مدام نورما، شي مره شفتي لحدا انغرم بتيابه للشب؟ يعني انا وقتها بدي انغرم ما رح اطلع بشكله وبتيابه. لا 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 ياي ما معقول ما معقول، يعني شو بدي خبرك؟ لو الهبل بيوجع كانوا كل المغرومين اللي مثلك بالمستشفيات. ايكوت 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 موا بيان، يعني ما بعرف انتو البنات الرومانسية كيف بتاخدوا الغرام وبتفكروا انه الانسان مش بشكله، ما بتشوفوا شكله وقت العكس هو الحقيقة، لأنه لبسك ولفتة عيونك وشعراتك وضفيرك هول كلهم بيبعتوا رسائل للاوعي تبع الرجال، فإذا بدك إنه يحترمك بدك أنت تكوني مبينة محترمة. بس أنا أنت ولا شيء أساساً، ما تعملي لي هول الحركات وتتعصوري كأنه بدك تبلشي تبكي، عم تعملي لي توتر. أنت ماشي، يعني كيف بدي خبرك؟ يعني أنا اللي خلقت البي اي تبعيت عماد اللي بشوفها كل يوم بالشركة، لو ما أنا ما في شيء اسمه بي اي، ما في شيء اسمه ميا، فأنت منك ميا الحقيقية. بعدين وينك أنت؟ وين عماد؟
حياتي يا نورما، شو مزوقه شو هالطاوله الحلوه، شو مش مثل هديك المان. هون وقفي وقفي تصوريك وقفي. هلو هلو جد، كيفك؟ اهلا كيفك؟ انا بالاذن لانه بدي اروح على الموسيقى دي جي. شو؟ عزوقك؟ ماشي الحال. شو بيصير لك دخلك انت؟ صار لك فترة عم تحكيني بهالطريقة. عن جد؟ عن جد؟ مش معقول يعني ما سمعت كلمة حلوة اليوم بعد. ليكي انت عندك ترم ايمتى بقدر احكي شيء حلو او لا؟ بحق لي اتغنى شوي ولا لا؟ ما لا لا هيبك مالي جلالي لا. لعندي وين مياه؟ على الطريق. شو رأيك بالتنظيم؟ إذا لاحظت ولا نص غلطة هيدا اسمه اختصاص لميس. لميس عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك. Thank you. Thank you very much. ما بدك تشوف شو جبت لك كادو؟ إن شاء الله بتكون ساعة بس. ما فهمت. بليز لميس ما تكون ساعة لأن عندي صار كتير. لا 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 أبداً. هي مش ساعة. كأنه نور ما اجت. هلو بيلو. هاي ميا. هابي بيرثداي استاذ عماد. ثانك يو. انت منيحه؟ ايه ولا امنح. رح روح شوف سهى شوي. ميا بدي احكي معك كلمتين على جنب، في مجال؟ اكيد. بلوزة كتير حلوة بس وينك مالت فستانة؟ عزوك الحفلة؟ كتير حلوة، مهم أنت تكون مبسوط. شو بكي؟ شو بني؟ ليه بني شي؟ ليش زعلانة؟ ماني زعلانة. بين عيونك ميا. انت هيك شفت بعيوني يعني زعلانه؟ لا شويه مشاكل بالبيت بين امي وخيي ومؤثره. في ساعد بشي؟ ما تعت الهم، هلا شوي صغيره وبرجع بفوت بالجو. ليه ما بتحط شيء رومانتك أكتر؟ فيي لك شيء؟ قول أستاذ عماد ولو؟ أنت كتير حلوة، شعرك، عيونك، ثيابك، كلك عواطك حلوة. ما هيدا إفكت الميك اب والشعر والفستان، أنت ما معود تشوفني هيك، صح؟ ما فهمت. أوكي، بنحكي بعدين.
وفاء، أنا لازم لاقي هدية تانية. ما بعرف شو بدي أعمل. إذا عماد عرف إن هديته ساعة راحت علي. يعني ما بتعرفي منيح لأستاذ عماد. أنت بكل عقلك عم تحكي هيك معي أنا؟ لا لا، أنا عم أكد على الموضوع بس. شوفي حبيبتي، أنا شخصياً رايحة أعزي أهلك نهار دفنك وأقول لهم إنه المرحومة حبت تتأكد على الموضوع. شو رأيك؟ طيب أنا عم أقول الحقيقة. لميس أعطيه هيدا. شو عم تجربي تعملي أنت؟ أكيد أستاذ عماد رح يحب الهدية. ثقي فيي. شو عم تجربي تعملي؟ بأكد لك إنه أستاذ عماد كتير رح يحبها. ليكي إذا بدك تخلقي لي مشكلة من ورا هيدا الشيء. ما في ولا مشكلة. ثقي فيي. مهضومة هيدي وثقي فيي. أنا بحالي ما بوثق بدي أوثق فيك أنت. طيب إذا ما رح تعطيها أنا بعطيها. هاتيها لهون. ليه؟ ليه شو؟ ليه عم تعملي هيك؟ أنا مش بحاجة، مش بحاجة حدا يحبني كرمال الهدية. أوكي أوكي. صحتين. ريس مجدي؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالري شادي. كيفك يا ابني؟ شادي. إيه بدك ما تواخذني بعد ما حفظت اسمك مزبوط. بسيطة عيني. مشغول؟ لا لا أبدا، عبالي أسهر أنا وياك الليلة. لك يا أهلا وسهلا، تفضل تفضل. تفضل يا ابني تفضل. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. خبرني كيف كان نهارك. الحمد لله. قلي كيف هيك خليتها تفل؟ بعرف انه بعدها بتحبني وانا كمان بسامحها. انا غلطت بحقها بس هي ما قدرت تسامحني. حاولت كتير برهن لها انه هالشي ما بقى يصير. ما قدرت تتقبل الفكرة. طب بحق لي اسألك شو صار؟ خنتها مع وحدة ومن كتر ما وجعني ضميري رحت خبرتها. كنت متوقع ردة فعلها تكون غير هيك بس أنا ندمت. ضليت سنتين اعتذر لها. سكرت الباب وجهي وغضبت علي. ومن بعدها ما كان في حدا بحياتك؟ كان في بس من وقتها أخذت قرار ما اربط حدا فيه. هيك قرارات بترجع نتائجها ومسؤوليتها علي انا وحدي بس.
شو بني؟ زعلانة بصراحة، ما عبالي أحكي. لازم تحكي مثل ما أنا حكيت لما كنت زعلان. عن جد؟ أي متى؟ أنا ما بتذكر بس فضفضت. لك شو حلوة هالضحكة؟ بتعرف جعل؟ بحس الناس اللي مثلي ما بيلبق لهم يضحكوا. هالجملة الفلسفية هيدي وين جبتيها؟ هيدي أكتر جملة بتنطبق علي يا أستاذ جعل. شو؟ إنه ساعة بدك تشكي على جد وساعة بدك تشكي على عماد؟ يلا خبروني يا حلوين، شو عم بيصير بيناتكم؟ مدام نورما شوية تعاطف؟ شوية تعاطف؟ شفت لك تعاطف بينباع ب 50,000 دولار بريتي بوي؟ مدام نورما شو قصتك؟ بليز ريح، ريلاكس، تشيل. بالنهاية اتنيناتكم مثل بعض؟ اتنيناتكم هون لتعملوا هدف واحد، والهدف هو اللي انا بدي. من جهتي انا طلعت خسران باللعبه، انا واقف حدا لميا لانه هي بحاجه لحدا. وانت اذا بدك حدا يساعدك اهلا وسهلا. ام ريدي. ليكي مدام نورما، مش انت لانه قلبك قاسي نحن مثلك يعني. ميا هلأ بتروحي بتوقفي حد عماد وبتلزقي فيه، بتلزقي على الآخر يعني، ما بتخلي حالك تختفي عن نظره دقيقة. بتفهمي شو عم قلي؟ ما تطلعي فيها تطلعي عم... روحي لشوف، وما بدي تبوايه. يلا حاضر. النورمال بريتي بوي، شو بعدك عم تعمل هون؟ فيك ترجع انت كمان بس ما تلحقها إلها. مدام نورما عندي سؤال، مدام ابتسام وين صارت؟ هيدا اللي بعد ناقصني، مع كل الكوارث اللي عم بتصير حضرتك بالك بمين؟ بابتسام. لمعلوماتك ابتسام ما اجت، ما رح تجي، مش قادرة تجي، فهمنا؟ بتعرفي شو؟ روح البسي كفوف وبلشي نسفي الدنيا لأنه في كتير أشياء بدها تطهير من بعد هديك العنزة. ما أنا نطرتها كل النهار. مش قلت لي انه كنت تغني من قبل؟ هيك تسليت وتضيع وقت على البحر. سمعنا. ايه؟ عندك بحورية يا ريس سمر وشرقية، يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصل لي حبيبي، يا ريس. بلش معي غني. كاسك. ولك كاسك يا احلى شريك. شو هيدا الشيء؟ ها هيدي هديتك. يلا افتحها ولا بفتحها انا؟ افتحها بدي استوعب. بيلو هيدي اللوحه مني ومن خليل يلي هلا عم يرد المعدات لمستر سامي يعني. فبيسكلي هيدي اللوحه لرسام عالمي اسمه جيرهارد سترودل. جيرهارد سترودل عمل لوحتين بحياته، واكل سترودل اللي هو جاتو الماني فيه تفاح وجوز. anyway هول اللوحتين للسترودل، وحده منهم موجوده بمتحف اللوفر بفرنسا بالماينس 2، والثانيه صارت ملكك وصارت مأمنه ل 90 مليون دولار. نورما ثانك يو. يور ويلكم. ثانك يو فيري ماتش. بليز يلا. واو واو اميزنج اميزنج. استاذ عماد انا جبت لك كادو بجنن. بس يا ريت يعني نفتح هدايا العائله بالاول. عم نشتغل ليل نهار بهالشركه ست نورما، سو بتصور صرنا من العائله، ما هيك؟ طبعا. الا اذا في حدا بحب يفتح هديته قبل ما في مشكله. ميا تحبي؟ Thank you, Lamis. إن شاء الله بس ما تكون قريته. واو.
مش عم صدق عيوني، كيف عرفت اني بحبه؟ ولا ما هيدا كتاب جين أوستن. أوستن، واو، بتعقدي بتعقدي لميس، ثانك يو عن جد، هيدي اجمل كادو بتجيني بكل حياتي، ثانك يو حبيبي. ما في شيء من قيمتك. ثانك يو. يو ويلكم. شو عملتي؟ شو عملتي؟ انا ما عملت شيء. ما هيدي ما عم تعمل شيء. مدام نورما هلا اصلا ما بقيت رأي شيء. ليك ما بدي اسمعك عم تحكي هالنوم الكريم، فهمتي؟ واو بسطتي بسطتي هلا. يلا روحي هلا بوي، برافو، هيدي الشطرة فيه بتبوي.